عندنا تحدي كبير جدا يوم السبت الجاي، وانا فرحان جدا جدا بال يعني طرح التذاكر بتاعه المباراه بتاعه الاهلي والهلال اللي خلصت في خلال ساعات من طرحها، بيدل على انه كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله سواء اللي موجوده في الملعب او اللي هتفرج ورا الشاشات في ظهر الرجاله، عندنا 72 ساعه مهمه، اهم تحدي فيها هو رجوع لاعبتنا الدوليه اللي بتشارك سواء مع منتخبات تونس جنوب افريقيا او مالي او حتى طبعا مع بعثه منتخب مصر ان شاء الله ترجع بالسلامه النهارده. 72 ساعه تبقى مهمه جدا جدا، من بكره يرجع الاهلي التدريبات.